تجنب الاستمرار في وضع الجلوس لفترة طويلة، ولا سيما الجلسة التي تكون فيها مضطراً لتثبيت وضع الرقبة في اتجاه واحد، مثل العمل على الحاسوب، وإذا كان ضرورياً فاعتدل واسترخي كل 15 دقيقة لمدة دقيقة، وقم بعمل بعض التمرينات الخفيفة في أثناء فترة الاستراحة. حافظ على وضع رأسك مستقيماً في أثناء الجلوس، ويجب أن يكون طول المكتب أو المنضدة التي تعمل عليها مناسباً بحيث تتيح لك هذا الوضع وتمنع انحناء رقبتك. يجب أن يكون المكتب قريباً منك، وتقدم بالكرسي من المكتب إلى حد ملاصقة البطن لحرف المكتب لضمان استقامة الظهر. الوضع الأمثل للعمل على الحاسوب يكون بوضع الشاشة بحيث يكون مركزها في مستوى أنف الشخص الجالس أمامها، وتوضع لوحة المفاتيح بحيث تكون الأكتاف في وضع معتدل غير مرفوعتين للأعلى، ويكون الكوع مثنيا بزاوية قائمة والمعصم مسترخي. الوضع الطبيعي للرأس وهو أن تكون على استقامة واحدة مع العمود الفقري، ويمكن التأكد من ذلك عند النظر للشخص من أحد جانبيه، فتكون الأذن على استقامة واحدة مع الكتف، فكلما زاد تحرك الرقبة إلى الأمام عن هذا الوضع زادت الضغوط على فقرات وعضلات الرقبة. وأيضا تجنب وضع سماعة الهاتف بين الكتف والرأس، لأن ذلك يؤدي إلى عبء زائد على فقرات وعضلات الرقبة. تجنب تعريض الرقبة لتيارات الهواء، وتجنب التغيرات المفاجئة للجو كالانتقال من جو ساخن إلى التكييف البارد. ولإراحة عضلات العين ينصح بمراعاة غلق شاشة الحاسوب بين ساعات العمل 5 دقائق مثلا كل ساعة، يتم النظر فيها إلى مسافات بعيدة، منظر طبيعي بعيد لإراحة عضلات العين.